علامات وأعراض لو شفتها في جسمك اوعى تهملها أبدا. استكمالا لسلسلة العلامات التحذيرية اللي بدأناها مع بعض، وسيب لكم اللينكات بتاع كل الحلقات موجودة في الكومنتات، هنكمل مع بعض حلقة اليوم. لو بتعاني من فقدان القدرة على التركيز وعلى طول بيحصل لك نسيان بشكل متكرر ومستمر، ده غير ان انت كمان ممكن يكون معاك على طول تعب وارهاق في الجسم، ومعاك دوخة بشكل مستمر، ومعاك شعور بالتنميل او الخضران في الاطراف سواء في اليدين او في القدمين، وكمان بيحصل لك ضيق في النفس وتسارع في ضربات القلب، وممكن يكون كمان معاك تغيرات في اللسان، ده غير ان انت كمان ممكن تكون بتعاني من النوم الطويل وبتقوم من النوم بمنتهى الصعوبة. فالعلامات دي كلها دلالة على نقص فيتامين B12. ففيتامين B12 يا جماعة الأعصاب بتعشقه، وهو المفضل ليها بالنسبة للفيتامينات كلها، عشان كده أي نقص فيه بيأثر على الأعصاب بتاع الجسم كلها. وفيتامين B12 موجود بشكل طبيعي في المنتجات الحيوانية زي اللحوم والكبدة، وكمان موجود في بعض منتجات الألبان، وكمان موجود في المأكولات السمكية، غير ان هو مش موجود تماما في المأكولات النباتية، عشان كده الناس الفيجيتيريان بننصحهم ان هم ياخدوا فيتامين B12. تابعني علشان يصلك كل العلامات التحذيرية.